أبشركم بشرى. إيه ما شاء الله. ندور البشائر. الأسبوع الماضي أسبوع واحد ما شاء الله تبارك الرحمن. زين خلال أسبوع واحد مكتب الروضة للدعوة في الرياض أسلم عبره ما شاء الله 1046 إنسان. لا إله إلا الله. 1046 من الداخل والخارج. من الداخل والخارج عبر التقنية وعبر الدعاة وعبر قسم الجاليات عبر الأنشطة. ما شاء الله. أنا أسألكم هذا المكتب بهذه الهمة وهذا الإبداع وهذا الخير وحسن العرض لهذا الدين العظيم، ألا نقف معه وقفة؟ في وقفه في مكة أطهر البقاع، وهذا الوقف عبارة عن عمارة داخل حدود الحرم المكي قيمتها 18 مليون. ندعم هذا الوقف معاشر الأحباب. تصور لو نصيبك من 1046 اثنين بس أو واحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا الربع والله إن إذا دعوناكم والله ندعو أنفسنا قبلكم، لكن ندعوكم إلى النجاة، ندعوكم إلى مضاعفة الأعمار، ندعوكم إلى نشر هذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ساهموا. لأنها والله يا أحبابي التبرع في وقفهم حتى يكمل. التبرع معناها أننا بالعداد نشتغل في اليوم. بعض المكاتب تجلس بالسنة كاملة ما تحقق 46، هذول في أسبوع 1046 إنسان خرجوا من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهدى. نعمة دعوة للجميع. وودنا والله نرغم إبليس. مبروك مبروك. ودنا ناطع على صابر إبليس والله يا شيخ ونرغمه. والله يا شيخ يوم قلت 1046 سلموا من فرحتي نسيت نفسي، بغيت اقول علمكم اسلامي الحين وانا مسلم. لا اله الا الله. يجدد والله انها تجدد الايمان. هذه الاخبار تجدد الايمان. ونقول مكتب الروضه للدعوه حقيقه مكتب مميز ومكتب غير. تهانينا والله غير. هذه الاعداد يا احبابي بعض الناس يصنعها عام كامل عشان يحققها في اسبوع، ثم يكون الوقف في مكة وغلاله وريعه ينفق على مثل هذه المشاريع لإدخال الناس إلى دين الله أفواج. مكتب الدعوة في الروضة الذي أصدر أول من أصدر فسح افتتاحه هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو الذي أمهر التوقيع وهو الذي أصدر فسح هذا المكتب. وترعاه وزارة الشؤون الإسلامية فترة طويلة، والآن هو جمعية مباركة لنشر الإسلام والخير والفضل. ما أجمل هالمكتب المميز. أنا أقول مكتب الروضة ووقف الروضة ينتظرنا جميعا أن نكون مع القوافل، قوافل الناشرين لهذا الدين وعقيدة السنة الصحيحة. فالله لا يحرمنا وإياكم فضله في الوقوف معهم.